بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملائكة على يوم الدين اعزائي طلبة السنة الثالثة سنة اولى ثانوي يلا نبدأ سنة 2024 بكتاب برافو سنة اولى. الكتاب جميل جدا اتمنى ان كل يحاول يجيبه ويشتغل فيه نبدا اول حلقتنا فيه قبل ما نبدا اسالكم الدعاء لوالدتي بالشفاء نبدا على طول عشان ما نبدا بسم الله الرحمن الرحيم من صفحه 14 بديلي لي بيه كلمات او اسماء مذكره في اليونت التقديمي اليونت الاولاني جايبلي كلمات المذكر وبعد كده كلمات المعلم نقرا مع بعض أداة النكرة آن بتاعت المذكر ماشية مع كله نقرا كلمة بس كوبان. سيبا كوبا أمي فوازا بوفوسير إليف باي تغابو تابلو دسن مو فير بلو، روج، نوار إن، كلوب دو كلاس، بير، سي كامرات دو كلاس. دخلنا على الكلمات الفمينة المؤنث. بدأ بإن. ديازت الإيه نقربت التنس نقراهم مع بعض. كوبين، سيبا كوبين، كامرات دو كلاس. أمي. فوازين بروفيسور إليف مير كلاس غو موزيك رو ترافاي فوتو مان الأفعال اللي عندي لو قدرنا ما تنططعش طالما في نهاية الفعل لأن دي فعل كلها مصادر نقرا مع بعض صالير

Semba. Voici. Don. Hey. Salut. Au revoir. Cher. Ablus. Ah, Moi. Toi. Ça va. Oui, très bien. Qui c'est est? J'aime. Je n'aime pas. J'aime, je n'aime pas. En langue familière. En langue courante. Brondor congé do, Une fiche de présentation personnelle. Une fiche de présentation personnelle. كاتب لك لا لونغ هي لغه خاصه في الحديث بدون تكلف بين الاشخاص المقربين يعني اقول لك شاو بين الاصدقاء ما بين المدرس والتلميذ ابلوس سالو التلاتة او سالي التلاتة بين الاصدقاء او شخص مفيش فيش بينك وبينه او شخص مقرب ليك مفيش فيش بينك وبينه صغه احترام أما لا لونغ كو فتستخدم في الحوار بين عامة الناس مثل بونجو بونسوار وروفوار تقولها للاصدقاء أو الناس الكبيرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دكا الصورة الأولانية في كتاب المدرسة عندنا بيقولك جو مابيل ميتيلد أنا اسمي ميتيلد جيم بتحب وجينين با لا تحب يا ترى ميتيلد هتقول إيه أنا اسمي ميتيلد وعندي جي آ كان زو عندي خمستاشر سنة بتحب الوروج الأحمر ولوماس الرياضيات بتكره لا موزيك الموسيقى ولوفير الأخضر وجايب لي في الصورة الأولانية صورة طلاب في فصل بس كاتب جنبهم لا فرنس دولة فرنسا الصورة الثانية صورة مدرس مع طلاب في الفصل وكاتب جنبهم إيجيبت مصر <applause> عفوا الصورة الثالثة طلاب برضو كاتب لوجابان اليابان تعال نحل مع بعض ميتيلدا عندها هي قالت انا عندي كان زون 15 سنه يبقى اخد رقم سي ميتيلدا ايم تحب هي قالت بتحب الاحمر والرياضيات انا واحده في دول قالك لك لوروج الاحمر ميتيلدا نيمبالا لا تحب الموسيقى ولا البرتقاني ولا الاحمر ولا الرياضيات هي ما الموسيقى لو تغازين الصورة الثالثة تكون لي صورة أو ثلاث صور يكون لي صور فصول بنك أو بنوك محلات أو بوتيكات استاد استادات يبقى خد فصولة فصول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صفحة سبعتاشر بديلي بالحوار الحوار اللي حصل في الشارع ده بداية الدرس بتاعنا أو بداية الوحدة بتاعتنا ده تيو وميتيلدا كاميليا نيكولا مدام ان لا دي تيو تيو اغيفي تيو وصل تعال نشوف الحوار حصل ايه دخل تيو على زمايله ف زميلته اللي هي كاميليا قالت او اللي هي شعرها ميتيلدا قالت بونجور صباح الخير وقالت صلي سلام رد عليها تيو قال لها بونجور صباح الخير سالت البنت ديت كيسي من هذا الصورة اللي تحتها هيبدأ يقدموا بعض ميتيل دا بغزين تتقدم تيو سي تيو تيو ان فوزين تيو اهلا يا تيو مو انا جوما بين نيكولا اسمي نيكولا بدأ نيكولا يتعرف عليه طب تعال نشوف الصورة التانية ديت اللقاء او الطلاق بينهم نشوف الصورة اللي في الناحية التانية تيو باغ، تيو رحلة تيو يا تيو ده من اللي بتنادي عليه ده أمه مدام آن سي إيه ام إنها أمي قال شاو يلا سلام فنيكولا قال له اوريفوار إلى اللقاء كمان قالت أو متلدة قالت صلي سلام أبلوس سلام ديت قالتها متلدة و كملي قالت صلي سلام كل دي عبارات تحية سواء بالوداع أو بالقدوم تعال نشوف ميتيلدا صلي حية تأتيو ال هي قالت تعال ندور على ميتيلدا اللي هي شعرها دي قالت له صلي سلام صباح الخير إلى اللقاء سلام بور بروندر كونج بور يعني لكي بروندر كونج تعبير على بعضه معناه يودع لكي يودع تيو قال شاو ايوه قال شاو سو بغزن تي اتيو قدم نفسه الى تيو يا ترى مين اللي قدم نفسه الى تيو جو نيكولا انا اسمي نيكولا يبقى نيكولا اللي قدم نفسه الى تيو مثل دا تقدم تقدم تيو هي قالت إنه تيو أهلا تيو تيو يا تيو إنه تيو أنفا زنجار أخوتها اللهم صلى الله وسلم وبركاته سيدنا محمد نكم نرى حوار كامل بقى تيو أغيفي تيو وصل تيو قال بونجور صباح الخير ردت علي متل دعيت صلي سلام كاميليا سألت كيسي من هذا متل دا بغزنت تيو تقدم تيو متل دعايلت سي اي تيو ناو تيو نيكولا قال صلي تيو اهلا يا مو انا جما نيكولا تيو قال صلي سلام نيكولا اي انكو بين متل دعايلت انه زميل باسكت سله اي فاسي وهي كاميليا إنامي صديقة دولوسي مدرسه كاميليا أتلو صلي سلام صفا كيف حالك قالها نعم تغيبيان بخير جدا انت كويس قال لها كويس جدا تيوال سي ما مير امي قال يلا شاو سلام بعد ما نادت عليه مثل قالت ابلو سلام كاميليا قالت صلي سلام نيكولا قال او الى اللقاء تيو باغ تيو رحلة كاميليا قالت اليسم بانه راع متل ده قالت تعال نشوف مين اللي قدم تيو ده متل دا. هي اللي قدمت تيو نيكولا يكون لوكوبان زميل دو ميتيلدا تعال ندور على نيكولا ميتيلدا قالت نيكولا انه زميل سلة طب تعال نشوف تنس ولا كرة قدم ولا سلة ولا فصل يبقى سلة تيو أريفي تيو وصل هو قال تيو أريفي وصل هو بونجور صباح الخير ميتيل وكاميليا كاميليا يكونوا يكون ندور على ميتيل وكاميليا. كاميليا قالت كاميليا انها صديقة دولوسي زميلة مدرسة جيران ثم لقنة مدرسين صديقات هي قالت صديقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يخش على الدرس الاساسي بقى. كلمات الدرس الاساسية ان جارسون جاب المذكر المؤنث المذكر الاول ان في كل الكلمات بتاعت المذكر نراهم على طول جارسون لوسيان، جو، كايير، سبور، برنوم، نوم، آج، نومبر، بيرسوناج، فرير، جون، شيفر، في، لوسيان، دخلنا عل مهندس، ادرس. بي دي قصه مصوره اختصار لكلمه اسمها باند ديزني فيل رينكونتري لاتر سو كولير افعال كاتب سوبرزنتي. توفي. تروفي دوني دوماندي ايدنتيفيه ndk nontondo rebondo نشوف اللي جاي اون شونتي نوفو نوفيل هنشرح كل حاجه بالتفصيل جوه في الدرس ان شاء الله بريفري بوي ميم كوم افيك اتوا اون شيفر un litre à la سير d'eau sur le chat si on formait sur ou excusez-moi اللهم محمد. بديل الدرس بشرح قواعد. قال لك ان الجمله الفرنسيه اسمها لا بتتكون من سوجي وفيرب وكومبلومو فاعل وفاعل ومفعول. الفاعل ممكن يكون اسم شخص حيوان مكان شيء أي شيء ممكن يكون ضمير شخصي الفعل هو تاني كلمة في الجملة وهي اللي بتحكم في الجملة المفعول ممكن يكون مباشر يعني ما حرف جر غير موجود حرف جر وممكن يكون غير مباشر يعني موجود حرف جر ناخدهم واحدة واحدة الفاعل ممكن يكون اسم عام او مشترك زي انا مي ديزليف صديق تلاميذ ممكن يكون اسم خاص زي عادل زي باريس ممكن يكون ضمير شخصي اروايا جو تي ال ال نو فو ال ال تاني جو tu il elle nous vous دي الضمائر الشخصيه اللي هنشتغل عليها لاحظ ان الضمائر الشخصيه نص منها للمفرد ونص للجمع اللي اخره اس ده كله بتاع جمع طب وده بتاع مفرد يبقى جو جمعها نو التي جمعها فو الال لها افيك اس بقت يعني ال افيك اس يعني ال معاها اس ال ال افيك اس ال زودنا لها اس طب لو جاب لي علي يا ترى بيساوي انا ولا انت ولا هو يبقى علي تبحو. طب لو جاب لي منى تبحي طب شويه ملحوظات هنقول كل حاجه دلوقتي الجو ممكن تبقى جو ابوستروف اذا جاء بعدها فعل مبدوء بحرف متحرك والاش هنا يعامل معاملة حروف الايه الصامتة يعني حرف يعتبر متحرك الجو بقت جو ابوستروف لما جا وراه حرف الا طب ايه هي الحروف المتحركة يلا نكتبهم مع بعض الا الاو الاو الاي الاو ومعاهم حرف الاش يعامل معاملة الحروف الايه المتحركه مع ان هو ساكن ضمائر ال ال والال ال تحل محل اسم عاقل او غير عاقل بمعنى احنا قلنا عادل او الولد او الرياضه بتساوي هو جوليا او البنت او اللون دي كلمات مؤنثه مفرده بتساوي هي طب علي وسامي جمع مذكر الاولاد جمع مذكر الرياضات جمع مذكر بتساويهم طب علي ومنى واد وبنت ركز في الحتة اللي زي دي اذا جالك واد ووراه بنت كانهم جمع مذكر طب لو جه واد ووراه بنتين برضه جمع مذكر طب لو جه واد ووراه كل البنات اللي في الدنيا برضه جمع مذكر يبقى اذا وجد المذكر مع المؤنث المذكر يفوز تبقى جمع مذكر طب منى وهبه او البنات او الالوان دول جمع مؤنث ركز في الكلمتين اللي جايين دي عندي كلمة ايه ده هي عنوان هنا هيجي اسم ان جا وراها موا يبقى كده معناها انا طب ليه ما حطيتش جو الجو؟, الجو لا تأتي بعد حروف جر وعطف يبقى أنا أنا ما اقول علي انا وانا ما ينفعش اقول علي ايه جو لا اقول علي ايه موا اي حاجة فاهمها بتساوي الضمير نو <applause> اي اسم جا وراه ايه وراه كلمة توا يعني انت نفس القصة ما ينفعش احط تو يبقى تو لا تأتي مع حروف جر وعطف بعوض عنها بكلمة اسمها توا من اما تلاقي توا اعرف ان انت معاك ضمير فو يعني انتم يبقى علي وانا احنا علي وانت انتم طب لو جاب لي انا وانت هقول برضو نحن نكمل القرايه اللي احنا كنا نراه علي ايه مو علي وانا بتساوي نو نحن علي وانت بتساوي فو يستخدم الضمير فو بمعنى حضرتك بدلا من التي للمخاطب المفرد او عند مخاطبه شخص لا تعرفه باحترام زي مثلا سيدي ما ينفعش اقول له انت اقول له حضرتك تسكن في القاهره تاني يستخدم الضمير تي عند الحديث مع احد افراد العائلة وليس الضمير فو بابا ابي المفروض فو انا اعترض على الحته دي لان الفو تستخدم للاحترام نكمل نشوف الصفحه اللي وراها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبدا بقى مرة دينا على الحاجات اللي جايه عندنا أني ليف تلميذ يا ترى هي ولا هو ولا هم ولا هن يبقى اخد هو طب يوسف وسامي كده جمع جمع مذكر انا واحدة دول جمع مذكر قال هم التانية إن كولير لون اللون مؤنث أخد أنا واحدة في دول قال لك التالتة جمع مذكر مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مؤنث طب تعال نشوفه إنسو أخت الأخت مفرد مؤنث أنا واحدة في دول مفرد مؤنث قال لك التالتة إن جار جار ولا جاره شوف الأداة حتى كمان عندك أهي خلاص مذكر يبقى مفرد مذكر أخد ال إن جارسون ولد برضو مفرد مذكر أخد ال تعال نروح الناحية التانية إن مير أم الأم مفرد مؤنث أخد ال التالتة يبقى دي جمع مذكر جنبها مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مؤنث نشوف اللي بعدها جيبلي لي اسمين طالما جاب لي اسمين خلاص جاب لك جان او جنى وساره جنى وساره دول جمع لان هما اتنين مش واحد طالما جمع يبقى جمع مؤنث اخد ال مينفعش مفرد طب قام بوفيسير المدرس المدرس مفرد مذكر انا واحده في دول مفرد مذكر قالك لك يبقى ال ان كلاس الفصل الفصل هنا أداة النكرة إن يبقى الفصل مؤنث أخد إن اللي هي التانية إن في بنت أداة نكرة مؤنث أخد ال التالتة يبقى البنت والفصل والمدرسة كل دي بتساوي الضمير ال بتاعة المفرد المؤنث أند سن رسم الرسم مفرد أه مفرد مذكر عشان الأداة عندك هي تأخذ ال بتاعة المذكر. تعال نشوفها بطريقة تانية ملك وردوة دول بنتين يبقى جمع مؤنث مدام مها مدام مها واحدة ولا جمع واحدة طب مذكر ولا مؤنث مؤنث أنا واحدة في دول بتاعة المؤنث قال لك قال الأخرانية أند غابو عالم طب العالم مفرد ايه؟ قالك آن مفرد مذكر دور بعينك علي مفرد المذكر قالك ال ، سيف اتوا إيه وانت احنا قلنا اي اسم فيه توا بتساوي الضمير فو ، جون وا اي اسم فيه موا بتساوي الضمير نو يبقى سيف وانت يبقى انتم جون وانا يبقى نحن ، جمال واد ولا بنت قالك ولد طب مفرد مذكر قالك ال إيه للتانية مسيو فريد السيد فريد مفرد مذكر برضو يبقى اخد التالتة نشوف حل اللي جاية جون وبيير جون ده ولد وبيير ده ولد دا اخد بتاعة جمع المذكر التانية الاولاد البنات والاولاد لي في لي جاسون البنات والاولاد دول جمع يا ترى جمع ايه طالما في كلمة اولاد جمع مذكر يبقى تمشي كلها جمع مذكر اخد ال الاولانيه آن لوسي مدرسة ثانوي ركز قبلها أداة آن يعني مذكر يبقى المدرسة الثانوي دلوقتي الحاجات اللي هتلخبطنا كلها الفرق بين المذكر والمؤنث الفرنساوي واحدة واحدة هتحفظه كله إن شاء الله بالتفصيل لوسي المدرسة الثانوي مذكر آخد آن الأولاني إن رو شارع عكس العربة يبقى المدرسة طلعت مذكر والشارع طلع مؤنث إيغو شارع مؤنث مفرد أخد أل الأخرانية ليكو بين الزميلات ركز آخرها هو أس الزميلات جمع مؤنث أخد الأخير هنقرأ مع بعض شوية الأفعال ونشوف هنعمل فيها إيه الأفعال بدأ بأفعال المجموعة الأولى اللي هي بتنتهي بـ أر الفعل اللي بينتهي بـ أر فعل مجموعة أولى انا عندي ثلاث مجموعات مجموعه سميناها الاولى ومجموعه سميناها الثانيه ومجموعه سميناها الثالثه طب المجموعه الاولى عيلتها اسمها ايه شكلها ايه قال لك بتنتهي بوار بحذف الور واحط بالترتيب مع الجو تي ال ال والال النو الفو ال ال دول ترتيب الضمائر اللي هشتغل بيهم اللي هو انا انت هو هي نحن انتم هم هن تحذف الور ار من اي فعل وتحط النهايات بالترتيب او واس أو, او يبقى انا بتاخد او انت بتاخد او اس هو بتاخد او طب النهايات دي لازمتها ايه لما واحد يقولك انا اسكن انت اسكن هو اسكن ده كده مفيش تغيير لا لازم يكون في تغيير انا اسكن انت تسكن ادي التاء هو يسكن ادي الياء طب نحن نسكن الأونس. طب انتم تسكنون وزد طب هم يسكننا او النتي. يبقى دي النهايات بتاعت المجموعة الاولى نراها تاني مع بعض او او اس او او اناس او زد او انتي جيب لي مثال زي فيرب ابتي يعني يسكن جابت تعبت بيت النط عملكش دعوة بيه خليك بس اعرف ان الجو خدت نهاية او التو خدت نهاية او اس الال والال خدت نهاية او النو خدت نهاية او نس مكان ايه ده كله مكان الاو ار اللي هي في نهاية الفعل الفو خدت او زاد الال والال خدت نهاية او نتي نشوف فيرب تاني قالك فيرب عمي verb ايه يحب شلنا الاو وعملنا جو ابوستروف بس عشان مبدوء بحرف متحرك الباقي بقى بيتسنى زي ما هو جو تو ال ال نوفو ال ال حذفنا الاو ار وحطنا النهايه او واس او 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 زد او نتي دي افعال المجموعه الاولى بتنتهي باو ار طب قبل فعل من الافعال المهمه جدا حفظ واحد من ضمن تلات افعال في الترم الاولاني لازم تحفظه فيرب اسم افوار فيرب افوار معناها يملك او عنده فيرب شاز لازم يتحفظ لما تيجي تقول انا عندي خمستاشر سنه انا عندي اخ انا عندي حقيبه انا عندي اي حاجه لازم تستخدم فيرب افوار طالما هستخدم فيرب افوار يبقى لازم احفظه طب تعالى نقراه مع بعض شلك الفيرب كله رماه بره وحطلك لك جيا يبقى جيا معناها انا عندي أو أملك تي أحفظ إي إس إلى نرم سوا جي أ تي إل و أل أ نو زافون أنت نو زافون فو زافي فو زافي إل و أل إل و أل زون أو بس نرى تي إلى نوزا فوزافي إلزون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دخلنا على صفحه 23 جايب لي الفيرب الاول اس هو او اس ابستروف سميناها الفعل الضميري هيجيب لي اي فعل بدايه اس او او اس تحول الى مي تي يبقى دي بتتشال من الفعل وتحط مكانها ام او او ام ابستروف حسب ما تبقى اس او او اس ابستروف تو او تي بصرف. سي او سي ابوستروف نو فو سي نو جنبها نو سميناها فعل ذو ايه ضمير طب إيه. هات مثال كده انا عندي فيرب في فرنسية اسمه صبلي. إيه. احفظوا لي كويس جدا لان انت هتلاقي الترم الاولاني كله على فيرب اتر وافوار والير وصابلي إيه. فيرب صبلي إيه؟ معناه يسمى او يدعى اما تعوز انا اقول انا اسمي علي مثلا هتقول جو مابل طب جبت ايه حولنا السي الى مي وضعفنا ال هنضعف ال مع كل الضمائر ما عدا النو والفو يبقى جوما بل تي بل ال نونو نو نو زابيلو فو, فو زاب اللي, ال تاني حولنا السي الى مي تي سي نو فو سي وضعفنا ال مع كل الضمائر ما عدا النو والفو وحطينا نهايه المجموعه الاولى اللي هي او او اس او او اس او زد او ان طب ايه تاني؟ طب لو جاب لي فيرب عادي زي سو يقدم نفسه عندك حولنا السي الى مي تي سي نو فو سي وحذفنا الاو وحطينا نهاية المجموعة الأولى اللي هي او او اس او او ان اس او زد او ان تي يلا نختار مع بعض ال معاها صابيل اه نهايتها او ودي مع النو ودي مع الفو ودي مع التو التو معاها انت عندك خمستاشر سنه ده فيرب افوار فيرب افوار مع تي اس انه معاها نهايه او إن اس. دور بعينك هتلاقي الثالثه رامي وسامي كده جامع صح احنا قلنا رامي وسامي دول بيساوي الضمير ال إيه بتاعت الجمع وطالما ساوت الضمير ال إيه بتاعت الجمع تاخد نهايه قالك او تي فيرب افوار الزوم طب إيه ال بتاعت الجمع برضه نهايتها او تعال نشوفه مع بعض انا واحدة في دول قال لك الاولى هم اسميهم منه وآية ليا وكاميليا برضو بتساوي الضمير ايه اللي بتاعت الجمع طب نهايتهم ايه قال لك نهايتهم او ان تي اتفقنا مع بعض يبقى ا اميل يحبون اللي هي الاخرانية احمد وانت اي حاجه فاتوا بتساوي الضمير فو طالما سوت الضمير فو يبقى تاخد نهايه او زد قال لك الاخرانيه يسكنون في لقص. التو التو معاها نهاية على لك دور بعينك كده على فيرب نهاية اس كبون تي طابل او كمون طابل تي ما اسمك الجو معاها صابل مابل الجو معاها مابل جو مابل انا اسمي عادي فيرب افوار جايب لي انا عندي 16 سنه طالما جاب لي عندي او يملك يبقى فيرب افوار يبقى اي اللي هي فيرب افوار جي انا عندي طب التي معاها انت تقدم نفسك الى ميتيلدا انت تي معاها نهاية او اس اخد الاولى طب النو معاها نهاية او أنس دور بعينك يبقى نو نو نحن نقدم انفسنا ادي النهاية او أنس اس اخد التالتة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نكمل اختيارات اللي باقية بيقول لك سيسيليا بتساوي الضمير ال يعني تاخد نهاية او انا واحدة قال لك الاولى تسكن عشرة شارع لجار محطة الفو معاها نهاية او دور تدور بعينك هتلاقي التالتة الجو معاها نهاية او اخد الاولى ان شاء الله هيكون لنا حلقات شرح اونلاين على الزوم ان شاء الله مجموعات سنة اولى هتبقى يوم الجمعة الساعة 2 هتتواصل معايا ازاي تشترك على الزوم وتبعتلي رقمك وانا ان شاء الله اشرح المنهج كله بالتفصيل على الزوم لسنة سنة اولى الساعة اتنين وسنة تانية هتبقى الساعة اربعة وسنة تالتة هتبقى الساعة ستة ان شاء الله ال معاها نهاية اه بس فيرب افوا الفو اتفقنا مع بعض انها هتبقى نهايتها او زد اخد التالتة الاخير ال بتاعت المفرد معاها نهاية او هي تقدم دور لحد ما تلاقي الاو سي تقدم نفسها نوها بتساوي الضمير ال زي اللي فوقها بالظبط دي مع الجو ودي مع تي ودي مع الال والأل أخد. مامير ال والال اخدها ما مير امي بتساوي الضمير ال برضه اسمها هدى طب ال بتاخد صابل ال سامي وانا أي حاجة فيها مواد اتفقنا مع بعض انها بتساوي الضمير نو طالما خليت الضمير نو تاخد نهاية اون اس الأخير يبقى النو لو جاتلك يبقى نهايتها اون اس التالتة لو سوبير بيساوي الضمير ال بتاعت الجمع تاخد نهاية أو تي التالتة نرى مع بعض لي كل الالوان لو فواليه بلو لاحظ ان الالوان كلها قبلها كلمة لو طالما قبلها لو يبقى كل الالوان مذكر لو فولي لو بلو لو فيرت لو غري لو بلونك لو بلونك أربعة تاني من غير لو فولون بلو فيرت غري بلونك نوار روج روز جون بيج ماون اورانج اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نكمل الفرنساوى عندنا في سنة أولى في شوية قواعد خفيفة كده القواعد دي بتتطور في سنة ثانية بتزيد شوية في سنة تالتة بتزيد شوية في سنة أولى جايب لك لو فيمينا دي دي كولير تأنيس صفات الألوان لو جالك مثلا لون أخضر عايز تأنسه حط له أو أزرق حط له او طب رمادي حط له او يبقى الالوان تؤنث باضافه حرف او بقت مؤنث يبقى لو جالي بنطلون مذكر طب لو جت لي حاجه مؤنث اخد لها اللون المؤنث باضافه او طب الصفات المنتهيه باو في الوان منتهيه باو زي كلمه روج احمر روز وردي جون اصفر بيج بيج لا تتغير لونين شاذين بلون ابيض تأنس بقت بلونش بيضاء بلون بلونش فوليه فوليت فوليه فوليت في لونين كمان ما بيتغيروش قالك لك مارون اورانج دول بيمشوا مفرد ويمشوا جمع بيمشوا مذكر ويمشوا مؤنث ما بيتغيروش طيب اي لون بيسبق بيه له او الا ابوستروف طبعا الا ابوستروف قدام المبدوء بحرف متحرك اللي هي كلمه اورانج اما كلمه كولير كلمه كولير مؤنث كلمه كولير مؤنث انما كل الالوان مذكر تعال نختار مع بعض ندى عندها ان تيشيرت التيشيرت ده مذكر طب بلونش مؤنث روج تمشي مذكر مؤنث فيرت مؤنث بلو مؤنث جيم بلوزه انا عندي بلوزه البلوزه مؤنث طب انا عايز صفه مؤنث ادي مذكر ادي اسود مذكر ادي ازرق تمشي مؤنث عشان اخرها او وادي غير ماضي مذكر جيم لا كولير انا احب اللون لا كولير اللا دي بتاعت مؤنث يبقى انا عندي اللو بتاعت مذكر وام بتاعت مذكر انا عندي اللا بتاعت مؤنث وان بتاعت مؤنث الاثنين دول يبقى لا كولير اللون عايز كلمة كلمة مؤنث قال لك أنت تحرر نفسك ليه أنت عندك مارون من إما تلاقي مارون ناخدها. جاين جاكيت أنا عندي جاكيت جاكيت قبله إن مؤنث أدور بعيني على حاجة مؤنث ملقتش غير كلمة جري رمادي جريس رمادي. إلى سكوتر هو عنده سكوتر سكوتر كلمة مذكر تاخد آن آن مذكر أخد فيغ التانية. جيم لو انا احب لو اللو بتاعت مذكر دور لي ادي مؤنث اخرها او مؤنث اخرها او مؤنث اخرها او مؤنث اخرها او آخر بس كلمه روج تمشي مذكر وتمشي مؤنث جيان تليفون انا عندي تليفون لا نطينا جملة أنا عندي أو هو عنده بنطلون بنطلون مفرد مذكر آخد حاجة في دول مذكر قالك بيج تمشي مذكر ومؤنث أما الباقي مؤنث طب التليفون مذكر ده والله قال غير ماضي هي اللي تمشي مذكر ادي مؤنث 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 طب جيب قبلها ان ان دي بمؤنث جيب مؤنث ادي مذكر ادي مذكر مؤنث اخدها اورانج تمشي مذكر مؤنث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جايب لي حتى في الدرس الاولاني كل ده كل ده في الدرس الاولاني كل كميه المعلومات دي في الدرس الاولاني جايب لي الاعداد من صفر لحد خمسين ركز بقى معايا زيغون

14 15 16 لحد 16 عادي 11 12 13 14 15 16 طب مفيش 17 في الفرنساوي عندنا رقم 17 10 اهي و 7 ديس ست ديس ويت ديس نف دول الثلاث ارقام 17 18 19 رقمين جنب بعض من رقم 20 يبدألي كلمة ذا 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 طب أنا عايز علو واحد وعشرين أقولك حط بينها إيه يعني وا كلمة إيه ده اهي بتتحط مع الواحد بس واحد وعشرين واحد وثلاثين واحد وأربعين واحد وخمسين إلى مال نهاية يبقى إحنا حطينا مع الواحد إيه طب مع الاتنين ما حطناش حاجة مع التلاتة ما حطناش حاجة يبقى كلمة إيه توضع مع الواحد بس في واحد وعشرين واحد وثلاثين واحد وأربعين واحد وخمسين نرربعها

جيب لك الملاحظات اللي احنا عملناها في النط وهكذا الفرق بين الرقم والعدد ان أه نمبر ان شفر نمبر يعني رقم وشفر يعني عدد شفر شفر يعني رقم ونمبر عدد شفر هي الارقام من واحد لتسعة ده شفر من صفر لتسعة نمبر هو عدد يتكون من اكثر من رقم يبقى كلمة نمبر عدد طالما طيب عدد يبقى عايز رقمين شيفر رقم واحد ادي الفرق بين الاتنين هناك طريقتين لكتابه الاعداد والارقام نمبر اون شيفر يعني مثلا واحد اتنين تلاته ممكن اكتبها بالحروف اون لتر. ان دوتغ إلى ما لا نهايه اللهم صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نحل عليه تعالوا نجمع مع بعض ترونت دو ترونت انت فاكر ترونت يعني ايه لك تلاتين ودو يعني اتنين يبقى اتنين عايزين نكتبها ارقام كونت ويت كونت يعني اربعين ويت تمانية بقت تمانية واربعين فان كاتغ فان عشرين وكاتغ اربعة بقت اربعة وعشرين ديس نف تسعتاشر عشرة وتسعة تسعتاشر سيز ستاشر دوز يا ترى دوز دي كانت ايه؟ اونز دوز تريز في حد فاكر؟ اه 12 طب تعالى نفتكر اللي جاي 40 و9 بكتب 40 الاول وبعد كده 9 طب 40 اسمها ايه؟ قال لك كرونت شرطه 9 نف ايه تاني؟ 25 ادور على 20 في دماغي قال لك 20 وخمسة سانك أعداد مش صعبة أربعين وتلاتة تلاتة أربعين أدور على أربعين الأول أربعين اسمها كرونت وتلاتة اسمها تروع طب واحد وتلاتين خلي بالك من واحد يبقى هكتب ترونت تلاتين حاطط بعدها ايه اه وواحد لو احنا بصينا في الصفحة اللي قبلها هتلاقي كلمة ترونت تلاتين وبعد كده ايه مع الواحد سبعة عشر عشرة وسبعة ديست تلاتاشر تريز تلاتة وتمانين ولا تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين يبقى التلاتين ده هي تكتب الاول ترونت شرطة ويت ثمانية تسعة وعشرين هات العشرين الأول فا نف واحد وعشرين ركز عشرين وواحد عشرين اسمها فا وواحد حطينا إيه مع الواحد أحداشر اسمها أونز تعال نشوف الرقم سيز ستاشر سيكري يكتب سيز ستاشر ولا فانسس يعني ستة وعشرين سيس يعني ستة 36 ستة وتلاتين العدد خمسين اكسيكري يكتب بالحروف كونز خمستاشر كرونت سانك خمسة واربعين سانكونت خمسين سانك خمس اخدها العدد 11 يكتب بالحروف 11 اونز 11 تغيز 13 فانيتان 21 ديس 10 الرقم 37 ادي 7 6 وادي 30 وديس 6 17 وادي ترونت 6 37 اخدها العدد ديس ويت يكتب بالأرقام دي سوت تمنتاشر آخد الأولى العدد كروم تتكاتغ تروم تلاتين وكاتغ أربعة بقت اربعة وتلاتين ادور بعيني آخد الأخيرة دوز اتناشر آخد التالتة العدد كروم تنف كرومت اربعين ونف تسعة بقت تسعة واربعين آخد التانية رب تكون فهمت الأعداد اللهم صلي وسلم وبارك يا سيدنا محمد نكمل عشان سو تقدم نفسك هتقول استخدام بعض الافعال صب اللي يعني يسمى او يدعى افوار يعني يملك او عنده او يعني يسكن أمي يعني يحب صب هتقول جو اليكس انا اسمي اليكس العمر هتقول جي اه تصريف فيرب افوار جي آه سيزان عندي 16 سنة جابيت انا اسكن أبغي في باريس جيم لا موزيك احب الموسيقى السؤال عن الاسم بستخدم كلمة كومون تي ما اسمك طب ما انت ممكن تبدأ بتي طابل تي طابل كومون ما اسمك الإجابة عليهم بتكون بكلمة جو مابيل وتحط الاسم يبقى نراهم سوا كومون تي طابل تي طابل كومون وممكن تعكس الاولاني السؤال عن العمر بكلمة كل وكل خليك معي كل الأولى معناها ما للمفرد المذكر أو أي كل التانية معناها ما أو أي للمفرد المؤنث كلاجتي أ آه مع عمرك تي مع عمرك تي أ آه كلاج مع عمرك ركز كلاج أي عمر تملك أنت يعني مع عمرك كلاجاتي كلاجتي أ آه. كلاجاتي ممكن تقدمها ممكن تجيبها في الاول تي آه كلاج مع عمرك مفيش اي مشكله انت تبدل فيه بس كيل في بس كل ماسكه في اج والتي مع ا آه او ا آه مع تي بدلهم زي ما انت عايز جي ا آه سيزان عندي 16 سنه طب تعال نشوف حاجه للمؤنث قال لك اي لون تيم تحب كلير ام تي اي لون تحب انت تيم اي كل اي انت تحب اي لون قال جيم لوفير احب الأرض يبقى كل اللي بيجي وراها اسم كليتون بغنوم ما يكون اسمك قال مون بغنوم اي جو إي اسمي يكون جو او ممكن تقول له جو ما جو؟ انا اسمي جو ممكن تستخدم جو سوي انا اكون هناخدها قدام شوي انا اكون جو كليتون ادريس مع عنوانك هتقول له جابت انا اسكن وتحط العنوان كامل خمسة شارع المحطة او يعني اين او ابت اين تسكن انت طب تعال او تي عبت انت اين انت تسكن طب تعال تي او انت تسكن اين نفس الاجابه انا اسكن اوكي في القاهره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يلا نحل عليه تياكلاج ما عمرك العمر مفرد مذكر ادي او يعني اين ودمال المؤنث ودمال المذكر كمو كيف؟ تونامي تونكوبان زميلك يحب اللون أي لون عايز أي بتاعت قال ألا كل الأولانية؟ عينا كيف؟ أي بتاعت المزق؟ من ما تقابلها أعرف إن أنت عايز سؤال على كلمة ما اسمك والسؤال بالفرنسية على ما اسمك بستخدم كلمة كومون تيتابل ما اسمك؟ تونكوبان زميلك يسكن ما أو أي ما أو أي عينا كيف؟ يبقى صديقك يسكن أين؟ لو بروفيسور دو فرنسي مدرس الفرنساوي صابيل من إما تلاقي صابيل أعرف هتسأل بكلمة كومون صابيل يعني ما اسمها أو كيف تسمى. يعني أنت تسكن ما يعني ما من أين؟ يعني من؟ يكون توم بغنوم اسمك ما من كيف ما كلي توم بغنوم ما يكون اسمك. عمر عندكم العمر مفرد مذكر ادي مفرد مؤنث او اي عمر عندك اخد كل اللي هي التانية يكون تون ادريس العنوان العنوان مؤنث هنشرح قدام خد تون ليه في صفات الملكية يبقى انت احفظ من عندك ان عنوان مؤنث يبقى خد له كل ما يكون عنوانك الاخير مش كيف ولا من ولا ما بتاعت المذكر وفوز بالله لما ما تلاقي صاب اللير بمشتقات اعرف ان السؤال بكلمة كومو سيبك من نطق بتاع بعض الحروف دي تعال نخش مع بعض نشوف هنعمل مع بعض ايه لما صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد الصفحات اللي هتمرنا كويس جدا كومون تي تابل ما اسمك قال جوما جو جو انا اسمي جو كومون فوفوزا بلي ما اسم حضرتك قال لها جو بيل انا اسمي بيير كلاشتي يا ما عمرك جيا كانت ديس ويتو انا عندي 18 سنة او تابت اين تسكن قال له جابت اه باغي انا اسكن في باريس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هنفوت الصفحات اللي فيها حاجات محلولة ونخش نحل بقية الصفحة نموذج الامتحانات بتاعتنا تبقى عبارة عن قطعة على اسئلة لازم نرى القطعة اللي مهلنا ونترجي جو مابيل كمال انا اسمي نوها كمال انا عندي سيزان 16 سنه جي سويزيليف انا كنت تلميذه اوليسي في مدرسه التحرير جابت انا اسكن أوكير في القاهره جيم لا كولير انا احب اللون روج الاحمر الى كولير بلون واللون الابيض مي لكن اكتب عليه جينين بالونوار لا أحب الأسود. جاين كوبين أنا عندي زميلة فرنسية إلسا إيما اسمها إيما هي تحب لو فيغ الأخضر ولو مارون البني. يلا بينا. جايب اختيارات. نوها تسكن قالت أنا أسكن في القاهرة. قالت إنه دي. نوها عندها ارجع للقطعة قالك هو عندها ستاشر سنة. ادور على ستاشر كنز خمستاشر أونز 11 دوز 12 سيز 16 إيما تكون إلي لنهات عن دور أنا عندي كوبين زميلة أدور أهي إيما تحب لا كولير إيما زميلتها في آخر سطر قال تحب لوفير الأخضر والبني وتاني جايب لي في الاختيارات لو البني دوسي سيبر كوبين اتنين زملاء زملاء زميلات نت عشان هي مؤنث جومابيل انا اسمي سيليني عندي خمستاشر سنة جابت انا اسكن في باريس جيم لوفير احب الاخضر ولجون الاصفر مو انا اسمي سارة ستاشر سنة انا اسكن في الاقصر انا احب الازرق انا لا احب الوروج الاحمر سيليني وسارة يكون جارتين زميلتين نت زميلتين فصل اختين اخذ زميلتين نت سارة تحب هي قالت أنا أحب الأزرق أه أخذ اللون الأول سيليني عندها تعال ندور على سليني في القطعة سيليني عندها كان زون 15 سنة أدور على 15 سارة بيت سارة تسكن فين حتة بالظبط تعال ندور على سارة أنا عندي 16 سنة أسكن في الأقصر أخد الأولاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القطعة الثانية الشكل اللي قدامي ده عبارة عن ايميل بعرف الايميل من الى الموضوع ده كده ايميل تمام ، من فاطمه الى سيليني برزنتاسيون تقديم النفس ، صلي سلام ، من بغنوم اسمي فاطمه من نوم اسمي سامي يبقى نوم هنا معناها لقب يبقى البنت اسمها فاطمه سامي بتقول انا عندي سيزان 16 سنه اسكن او فيوم في, في الفيوم سويزا ليف انا اكون تلميذه اوليسي في مدرسة لابي السلام انا احب لوفير الاخضر ايلو و الأسود. جي سوغ انا عندي اختين هم اسميهم فريدة وردوة فريدة 14 سنة وردوة 10 سنوات جي امي كوبين نحب زميلاتي بتوع الفصل طيب ردوة عندها 10 سنين رضوى عندها كام سنة عشرة يبقى خدس يحب اللون الأسود تعال نقوله أنا أحب الأخضر والأسود مين اللي بتتكلم ده فاطمة فريدة تكون إيه لفاطمة فريدة أختها هي قالت أنا عندي أختين يبقى أم أخت زميلة مدرسة رضوى تسكن في الرضوة بتسكن مع أختها في الفيوم يبقى فيوم صلي سلام بوليني كومون سافا كيف حالك اكتب عليها لحد ما تعرف جو انا اسمي كاميليا كاميليا بتقدم نفسها بتقول جي اه كان زون عندي 15 سنه جابت انا اسكن في باريس مامي وامي اسمها سيسيليا هي عندها كرونت سانك كرونت أربعين و خمسة بعد 45 جي جيم لو وحب احب اللون الروج الاحمر جادي كوبين انا عندي زميلتين لورا وان لورا كاتورز اربعتاشر هي تحب الازرق ان كانز خمستاشر هي تحب البني. سيليني عندها كم سنة هي قالت اهلا يا بوليني انا عندي خمستاشر سنة ميلي كاتب ام اسمها سيسيليا مشي مع جمل لورا وان يبقى سيليني عندها كانزو خمستاشر سنة ده سيسيليا سيسيليا هي عندها كرون سانك خمسة اخد التانية كاميليا ايه لبوليني صلي بوليني كومون سافا كيف حالك انا اسمي كاميلي يبقى بتحيي حي يبقى قالت حيت بوليني التانية معناها تقدم بوليني لا تشكر تحدد هوية لورا تحب عندها تحب الأزرق أخدها كاميليا تسكن قالت أنا عندي 15 سنة أنا أسكن في باريس يبقى بغي في باريس التالتة لما صلى الله عليه وسلم وبركاته سيدنا محمد نكر حتى الأزهر ليه قطع مختلفة شوية من مارتين إلى ميتيلدا بتقول لها بونجور صباح الخير كليتهم بغنوم اسمك قالت صباح الخير أنا اسم ميتيلدا اتلاقي لها مع عمرك هتلاقي جهاز ار انا عندي 16 سنه مارتين بتسالها كليتون ادريس مع عنوانك هتلاقي خمسه شارع الظهور باريس مارتين هتلاقي كل اي لون تحبين هتلاقي جيم لبلو البلو احب الازرق سيدي كومو هذه الوثيقه تكون الوثيقه دي عباره عن ايميل ولا خطاب ولا رساله مساج ولا ديالوك حوار اخذ حوار متلدا عندها كم سنة؟ قالت ستاشر أنا واحدة في دول كنزة خمستاشر سيز ستاشر متلدا تحب الأكولير بتقول أنا أحب اللو بلو الأزرق تعال نشوف فري وفو وفو صح وغلط هذا فري صح وفو غلط متلدا تسكن في باريس تعال ندور على متلدا أنا أسكن في خمسة شارع الزهور في باريس يبقى فري و ومارتين يكونوا دو سور اختين ما كانتش سالتها عن اسمها يبقى فوق غلط مارتين حيت متلدا مارتين قالت بونجور لميتيلدا يبقى حيتها يبقى فري اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نخش على سؤال المواقف المواقف عباره عن سؤال انت بترجمه وتشوف أهني اجابه تنفع هناخد اتنين من خمس اجابات دول ينفعوا معانا تي دومون تطلب من تونكا مواد من زميلك في الفصل يبقى دومون دو معناها تسال او تطلب ترجمة واحدة واحدة من زميلك في الفاصل صوم بغنوم اسمه كيس كتي دي ماذا انت تقول هتقول له كلي كلاجاتي ما عمرك ما يكون اسم جارك توم فوازين كومون تتابل ما اسمك اخوتها كلي بغنوم ما لقبك او اسمك اخوتها كيسي اي من هذا ما اخوتهاش نخش على اللي بعد غزنتي أنت تقدم نفسك إلى زملائك كسكتيدي ماذا أنت تقول هتقول زميلي صابل اسمه نادر لا هو يحب الأخضر لا أنا اسمي يوسف أخوت هو عنده ستاشر سنة لا مو أنا إنه عادل تنفع أدري كده قدمت نفسي زميلك تيودموند يطلب منك تاكل لونك المفضل كيس ديما ماذا هو يقول حيقول لك كليل كل كوليغ امتي اي لون تحب انت اخوتها ما يكون تنم اسمك لا كلي كوليغ بالفري ما يكون لونك المفضل اخوتها هنا ما يكون لونه دي حرف اله المفضل ما يكون عنوانك لا تيدومون تطلب من تون بين زميلك في الفصل سون ادرس عنوانه كيسك تي دي ماذا انت تقول هتقول له اوتابت اين تسكن اتم كيل اي لون لا انا اسكن في الاسكندريه وانت اي يعني وانت تنفع سؤال طبعا اخد دي ما عمره ودي اسمه توم بروفيسور مدرسك تي دوموند يطلب منك تناج عمرك كيسك تي دي ماذا انت تقول لو واحد بيقول لك عمرك كام انت هتقول له هتقول له موناج عمري انه سيزان 16 سنة اخدها جابت انا اسكن لا هو عنده لا انا عايز اتكلم عن نفسي جيان عندي كنزون 15 سنة اخدها اللي على الدور تي احنا خلاص اتفقنا انت تسأل او تطلب من زميلك ساكولير لونه البريفرين مفضل كسك ال دي ماذا هو اللي هيقول؟ ركز في الترجمة لو دغامو العالم العلم المصري فيه توا ثلاث الوان لا الاحمر انه ما كولير بريفري لون المفضل اخد هو يحب اللون البني لا الاسود انه ان كولير لا انا احب لون البني اخد تون <applause> كوبين زميل النت تي قدم لك تون أدرس عنوان ماذا انت تقول لو زميل النت قدم لك عنوانك انت هتقول زميل النت تو يطلب منك عنوانك انت اللي هتقول انا عندي انا عندي زميل في الفصل عنواني يكون سبعة شارع المتحف اخدها انا اسكن في اتنين شارع البسطة اخدها بيقول لك تيدمون تطلب من زميلك لاكولير لون دغابو العلم الفرنسي هو هيقول انا احب الاحمر لا ازرق وابيض واحمر اخدها العلم الفرنسي يكون ازرق وابيض واحمر اخدها تي دومون تطلب من زميلك سوناج عمره كسكي تي دي ماذا انت تقول حتقول تي اه كلاج ما مع عمرك مع تي اخوتها طبعا كلاجي لا مع عمره ما تنفعش كليتون ادريس مع عنوانك ما تنفعش كليتون بونوم مع اسمك ما تنفعش تجي اه سيزان انا عندي 16 سنه اتوا وانت اخوتها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نكمل خاصه طلاب الازهر بيقول تون نوفيل صديقك الجديد تي يطلب منك تون بغنوم اسمك انت اللي هتقول هو اسمه لا كلاش تي مع عمرك لا انا عندي خمستاشر لا اخذ الاخيرة انا امير تي تطلب من زميلك ساكولير لون المفضل هو هيقول انا عندي كراسة فير خضراء انا لا احب الازرق انا احب الاحمر اخدها تونا مي تي اكتي يطلب منك اين تي ابيت تسكن انت حتقول ان جي سوي انا كنت تلميذ ما تنفعش هو يسكن ما تنفعش في الاسكندريه تنفع تير المرسي انت تشكر تونا مي زميلك ال دي هو هيقول لو انت بتشكر زميلك هيقول مرسي ميرسي شكرا جزيلا دوريان العفو او لا شكر على واجب اخدها وبقى جراف برضو العفو دي كمان تنفع اوريفوار الى اللقاء لا يبقى انت تشكر زميلك هو هيقول لك دول ينفعوا المفروض اشيل دي واحط تي دي انت تقول لو انا حطيت تي دي يبقى اخد الاولى ما حطيتش تي دي وسبتها زي ما هي يبقى الاثنين دول ينفعوا اجابه على الشكر تونامي زميلك الفرنسي تي دوموند يطلب منك لي الوان العلم المصري هو هيقول يبقى سؤال ما تكون لي الوان الدغابو جبسيان العلم المصري اه ده سؤال اخوت عشان سؤال زميلك دو كلاس الفصل سوبر سنتي قدم نفسه هو هيقول جمبل سامي اسمي سامي اخوت تنخش على القواعد يلا تي طابل كومو هنا طابيل نهايتها وأس اس يبقى مع اخذ التاني مابل مابل مع جو اخذ التالتة نو ابلو النو معها نهايه أونس اخد اخذ الاخيره امي نهايتها او اخذ الاولى دي نهايتها او ودي نهايتها او زد ودي نهايتها او اس ابيت نهايتها او زد يبقى اخد صابل نهايتها او رامي هي ولا هو يبقى هو اسمه رامي آه دي تظريف فيرب افوار مع جو اخد جو الاولاني صابيل اسميهم مارك وكاميليا واد وبنت يبقى جمع مذكر اي اسم فيه موا النهايه اون احنا اتفقنا انها, إنها مع متل ده وأنت اي اسم فيه توا احنا اتفقنا انها مع الفو عشان كده في نهايته وزاد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نكمل الجو مع نهايه او ادور الاخير ندى بتساوي الضمير ال هي ندى اني واحده في دول قال لك نهايتها او التالت متل ده وماريا متل دا وماريا الاثنين دول جمع بتاخد نهايه او نتي اخد الاولى النو مع نهاية أونس لك التانية التو مع نهاية او اس دور بعينك قال لك التالتة انت تسكن او اين علي ورامي دول جمع بتساوي الضمير ال بتاعت الجمع تاخد نهاية او الاخير الفو مع نهاية او زد التانية آدم وأنت أي حاجة معها توا بتساوي الضمير فو أخذ لنهايتها أو زد تسكنون في شارع المحطة الجو معاها نهاية أي واحدة في دول في تصريف فيرب أفوار قال لك أما التو معاها أس التالتة الأخيرة النو معاها نهاية أو زد ولا أو إن ولا أو إن قال خد الأو إن إس الفو معاها نهاية أو زد قال خد الإيه التانية ليكوبين دو زملاء رامي الزملاء بتوع رامي بيساوي الضمير ال بتاعت الجمع يعني تاخد نهاية اون تي الأخيرة مارتين بتساوي الضمير ال تاخد نهاية اه الأولانية عادل ورامي عادل ورامي جمع بتساوي الضمير ال بتاعت الجمع يعني تاخد نهاية اون تي التالتة تعال نشوف حاجة تانية جو طابل جو صابل جو مابل اخد مابل تصريف فعل صبر لي. هو يقدمك يقدم نفسه ال اللي بتاخد نهاية وأخدها التو معاها نهاية او اس تو الاولى الجو وراها اذا جاء فعلين في الجملة فاعلين في الجملة نتم التعامل مع الاول يبقى هشتغل مع الجو ماليش دعوة بالفو طب الجون نهايتها او ، جو فو برزنتي أقدم لحضرتك رامي ، هاخد الأولى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد ، الفو معاه نهاية أو زد قالك الأخير ، النو معاه نهاية أو ان اس دور بعينك قالك الأخير نحن نقدم نفسنا الى رامز ، لزميل الأصدقاء بتعملك بتكلم عن الأصدقاء ، الأصدقاء جمع بتسوي الضمير اللي تاخد نهاية أو ان تي مع كوبين زميلتي بتسوي الضمير أل أدور صابل اللي نهايتها أو اسمها التو معاها نهاية أو أس أدور أخذ التالتة تحب الوفير الأخضر النو معاها نهاية أو الناس أدور بعيني قالك أبطون نهايتها أو الناس الثانية لكوبين دو مارك بتكلم عن كوبين الزملاء النهاية بتاخد نهايتها أو تي اللي هي الأخيرة ما غياب بتساوي الضمير ال تاخذ نهايه او الاخيره منار وفريد منار وفريد جمع بيساوي الضمير ال بتاعت الجمع تاخذ نهايه او تي الاخيره التو كلاج مع عمر التو مع نهايه مع فيرب افار اس التالتة ال بتاعت الجامعة تاخد نهاية او تي دور بعينك قالك الاخير أسميهم الجو مي بريزنتي اقدم نفسي إلى ليو أخذها الجمعة أو وتحويل السي مي لزيليف التلاميذ بتسوي الضمير إل بتاعت الجمع تاخد نهاية أونتي التانية لوسي وأنت الفو معها نهاية أو زد دور بعينك الاقاميل أميل إل معها نهاية أو دور بعينك صبل عشان إل معاها صبل اما لما مع مين مع الجو الفو معها نهاية اوزد خلاص تعودنا اخد نهاية الاو اللي هي التالتة مون فازين جاري في الحي جاري في الحي بيساوي ضمير ال اخد اه بس عنده سبعتاشر سنة الفو معاها نهاية اوزد زد قالك التالتة النو معها نهايه قال لك هو الناس دور بعينك قال لك الاخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نكم جون بيسوي ضمير ال اخذ نهايه اول اولاني كارولين ام وانا اي حاجه فما بتسوي الضمير نو اخذ النهايه او نس الثانيه اللي بتاعت المفرد بتاخد نهاية او دور بعينك السا ويقدم هو يقدم نفسه اللي بتاعة الجمع معاها نهاية او ان دور بعينك قال لك صاب اللي التانية اللي بتاعة الجمع برضو هي نفس الجملة اللي فاتت معاها نهاية او ان تي اخد الاخير الفو معاها نهاية او زد دور معايا اخد فو فو زب اللي ما اسمك وما ما اسم حضرتك ديفيد وانت بتسوي الضمير فو تاخد نهاية او زد الجو معاها نهاية او اخد التالية الجو ابسطرف معاها نهاية او اخد الاولى التو معاها نهاية او اس اخد الاولى اللي بتاعت المفرد معاها نهاية فيرب افوار ا ودي مع الجو ودي مع التو ودي مع ال اللي بتاعت الجمع كوبين زميل التنس بتكلم عن الزميل الزميل مفرد مذكر بيساوي الضمير ال اخد نهايه او. اي لون ال بتاعت الجمع بتاخد نهايه قالك او ان دور بعينك قالك الاولى. جاري في الحي بتكلم عن الجار بيساوي الضمير ال اخد صب اللي نهايتها او. نرجع تاني. آس مع فيرب افوار مع الفو ولا مع الال ولا مع التي قالك مع التي. إنه فيش استمارة دي بريزنتاسيون دو فيش استمرتين ام فيش ام فيش هي مؤنث اخد ان انا اقدم نفسي الى ندى انا معاها مي الاخرانية انا عندي 16 سنة وانت انت, أنت. اهلا بتيجي بعد حروف الجر والعطف احنا قلنا في الشرح باخد توا ودي انا ودي انا أنا أحب لا كولير اللون كلمة لا بتاعت مؤنث أخد ده مذكر مرن تمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد اخدها اللهم الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نكمل سابيل سارة اسمها سارة يبقى عايز حاجة مؤنس أخد ال التالتة سمير ومنار يكونوا سم سمر ومنار دول بنات يكونوا زميلتين دي نهايتها وإسها دي جمع مؤنث دي جمع مذكر جمع مذكر جمع مذكر جيران زملاء النت انا احب لو اللو دي بتيجي مع المذكر انا واحده في دول تمشي مذكر قال لك كلمه جو تمشي مذكر وتمشي مؤنث الباقي دول لهم مذكر بحذف الاو ودي بحذف الاش او ودي بحذف التي او انا اقدم نفسي جو مي بريزنتي اقدم نفسي الى إيه مدرسي يبقى جو موا جو تي بغزنتي. اقدم لك الى إيه مدرسي اقدم له اقدم لنا دي الجمله مكتوبه غلط المفروض نهوه مي انا اقدم نفسي لو دي زي ما هي وممكن اقول انا اقدم لك لو حرف الأ ده مش موجود يبقى أنا أقدم لك مدرسي لو الأ مش موجود أخد تي لو الأ موجود لازم أحط مي دي كمان جملة غلط عادل خمستاشر سنة عادل عنده عادل بيساوي الضمير ال أخد حرف الأ صبي لي اسميها منى وهدى منى وهدى دول جمع مؤنث اخد ال إيه للتالت انه زميل نت زميل نت مفرد مذكر اخد ان هو عنده سنه سنه كلمه ان سنه مفرد مذكر اخد ان اسمه جو إيه ال بتاعت المفرد المذكر الاخير الجو معاها نهاية او انا واحدة في دول قال لك التاني بيقول لك سي ان كوبان انه زميل زميل ولا زميله زميل مفرد مذكر دور على مفرد مذكر اخد ان الاولاني التو معاها نهايه او اس دور بعينك على او اس قال لك التالت الثانيه نو زمون احنا نحب لو اللو, اللو دي بتاعت مذكر دور لي ادي مؤنث نوار سوداء زرقاء خضراء روز ودي تمشي مذكر ومؤنث أليكس وأنت أي حاجة فيها توا بتساوي الضمير فو أخد الأولى عايز أتأكد قالك الفيرب نهايته زد تياكلاج العمر العمر مفرد مذكر إحنا خدناه أخد كل التالتة كومو كيف ودي ما وأين المؤنث ما أي المذكر أين صابل إحنا اتفقنا منين ما تلاقي صابيل أخد كومو كومو إيه ما اسمه يكون الأدرس العنوان اكتب عليها مفرد مؤنث أخذ كل الأخرانية ما يكون العنوان أنت تحب كلير اللون المفرد مؤنث أخذ كل الأولى يكون توم بونوم اسمك كمو كيف مال المؤنث من مال المذكر أخذ ما يكون اسمك أخذ الأخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نكم أنت تسكن عايز أقول له من ما أو أي أين ما أو أي المؤنث سابل اي مشتقات لسابل اللي اخدكمو ما اسم حضرتك مواء سي اي انا عندي في الفرنسي سي معناها انه او هو يكون آخذ هي دي اللي بيجي وراها الاختصار بتاع سي انه يكون رقم ترونت ست سبعة و سيكري يكتب ترونت ست سبعة دي ست سبعة عشر ترون ست سبعة ريفوار دو ا او ريفوار اكسكوزي تعبير على بعض من الحاجات الموجوده في الكلمات اكسكوزي اعذرني او معذره عادل بيسوي الضمير ال تاخد نهايه اه بس مع فيرب افوار ركز عليه كويس جدا انا اقدم نفسي الى مدرسي يبقى نفسي سالي تحب لو اللو بتاعت مذكر طب روج تمشي مذكر مؤنث اما دي مؤنث فيرت مؤنث نوار مؤنث انها كوبين زميلة طالما زميلة يبقى عايز اداة نكرة مؤنث دي للمذكر دي للمؤنث أخد التاني ايه من نهايتها اس ادور اخد التو دي نهايتها او دي نهايتها او دي نهايتها او اس ودي نهايتها او, أو اخد التالتة صب نهايتها او ان منى وناديه يبقى هن جيان عن ليفغ عندي كتاب كتاب مفرد مذكر ادي مؤنس مؤنس مذكر اخوتها لو مايو يكون بلو ابيض اخوتها عشان المايو مذكر والباقي مؤنس لو نوت انه ما كولير بريفري لو بتاعت مذكر دور بعينك اخد روج تمشي مذكر ومؤنس اما الباقي دول مؤنّسي عادل عنده كوستوم بدلة اكتب عليها بدلة مفرد مذكر واخدة جون صفراء تمشي مذكر مؤنث اما دي مؤنث 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 ما تمشيش دول مذكر مصير اختي عندها غوب فستان ايه غوب فستان مؤنث اخد مارون يمشي مذكر مؤنث وجمع مفرد جيم جي لو طالما جاب لي انا احب قال اللو بتاع مذكر دور بعينك على مذكر مفيش حاجه هنا مذكر كلك مؤنثين بس كلمه بيج تمشي مذكر ومؤنث. ستين كاسكيت انها كاسكته الكاسكته مؤنس اخد اورانج تمشي مذكر وتمشي مؤنث الباقي دول مؤنس مذكرين يلا نكمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لسه في ايميلات نجاوب عليها بونجور اكتب له بونجور. سألك سؤال جاوب عليه كومونت طابل ما اسمك هتقول له جوم بيل انا اسمي علي لاج ما عمرك هتقول جيران عندي 15 سنه اوريفوار اكتب له اوريفوار ده اللي مطلوب منك في الايميل صلي سلام اكتب له صلي سلام طابت او انت تسكن اين هتقول له جابيت انا اسكن آه أليكس في الأسكندرية كالكوليغ أي لون تحب أنت هتقول جيم أنا أحب لوروج الأحمر أبلوس أكتب له أبلوس سلام سؤال من 15 ل 20 كلمة قدم نفسك الاسم والعمر هتقول له جومابيل أنا اسمي علي أدي ثلاث كلمات هتقوله جي اه انا عندي خمستاشر سنه ادي كمان اربعه بقت سبعه هتقوله جيم انا احب لوروج ادي كمان اربعه بقت حداشر هتقوله جابت انا اسكن أوكيه في القاهره ادي كمان اربعه واحداشر يبقى خمستاشر ، اي جي سوي وانا اكون ايجيبسيان او لوسيان طالب ثانوي سؤال الترتيب خاص بالازهر يقول لك يكون الازرق لون ان يبقى اقول الازرق يكون ان كولير لو ما يكون عنوانك يعني العنوان يكون ما انت ادي ما يكون طن ثلاثة أدرس أربعة تعال رتب اللي جاي <applause> نو أكيد وراها نو نحن نسمى فيليب وتومس هبدأ بنو رقم واحد نو رقم اتنين صب نو فيليب رقم ثلاثة وتومس رقم أربعة الجملة اللي جاية في علامة استفهام توا وأنت يبقى لازم قبلها إيه يبقى وأنت يبقى أنا جو أنا عندي رقم اتنين كانز خمستاشر رقم تلاتة سنة رقم أربعة ورقم خمسة ورقم ستة فوفوزا بالله مسيو يبقى بمسيو رقم واحد كومو رقم اتنين فو رقم تلاتة فوزا بالله رقم أربعة سيدي ما اسم حضرتك فوز تغيز نو افو تغيز نو آه يبقى نحن عندنا تلتاشر سنة هي تسكن في باريس تسكن في هي باريس يبقى هي تسكن في باريس جو أنا إيه محب لا ثلاثة كولير رقم أربعة فيرت رقم خمسة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نحل الامتحان اللي جاي. القطعة اللي جاية بيقول لي رينكونتغي مقابلة سيغلوشات لوشات على الشات تعال ترجم واحدة واحدة صلي سلام ده كلارا بتقول مو انا انها كلارا جابت انا اسكن في باريس جي اه انا عندي عشر سنة جي آه انا مين عندي صديقة بتاعت سلة إلسا اللي هي اسمها صوفيا كاميليا بتقول انا اسمي كاميليا اسكن في نيس عندي عشر سنة انا عندي دوزمي صديقتين في النادي كلارا واليس تيو يقول بونجور صباح الخير انه تيو جابت انا اسكن في مدينه ليون انا اسكن عندي 14 سنه أنا عندي جار في الحي انه مارك تيو يسكن انا اسكن في ليون مارك يكون جار الحي مارك يكون جار الحي لتيو كلارا عندها كم سنة أدور على كلارا خمستاشر يبقى أخذ كنز أدور أدي خمستاشر سبعتاشر سيس ستاشر كتورز أليس يكون صديق تكون صديقة أدور على أليس أه كمانية تعال ندور بقى بالراحة أنا عندي صديقتين في النادي أليس يبقى أصدقاء نادي يبقى دو كلوب صليمة نار منار جمبيل أنا, أنا اسمي لورا موركا دي سويس دي انا طالبة ثانوي عندي سبعتاشر سنة جابت انا اسكن في مدينة ليون انا عندي دي سي بين زملاء نت ما فوازين جاراتي في الفصل اسمها كامارا او كارما هي مصرية وزملاء زميلتي في السلة اسمها لوسي طب لورا تسكن انا قلت اسكن في ليون لورا وكار... وكارما جارتي في الفصل صديقات مدرسة لورا عندها كم سنة هي قالت سبعتاشر أدور على جدسة سبعتاشر عشرين تلتاشر أونز حداشر لوسي تحب زميلة السلة أخد الأولى اللي هي الأولانية باسكت اللهم صل وسلم وبركة سيدنا محمد تودمان تطلب من زميلك سون أج عمره ماذا هو يقول هيقول هو اسمه انا عندي 15 سنة عمري انه 16 سنة تدمان تطلب من زميلك اين هو يسكن ماذا هو يقول هيقول زميلي يسكن في 3 شارع البسطة انا اسكن في 3 شارع الظهور زميلي في الفصل لا انا اسكن في القاهرة أخذ اي حاجة موجودة مع الجو تتوب غزنتين تقدم نفسك الى زملائك ماذا انت تقول هتقول انا عندي زميل تنس انا اسمي مارك اخد دي ومو انا انه نيكولا طبعا الاولانية ما قدرتش اخدها كده ما قدمتش نفسي صابيل اللي نهايتها او مراد مذكر يبقى هو اسمه مراد الجمعة نهاية او اهني التانية رامي وسها دول جمع بيساوي الضمير ال بتاعت الجامعة يعني تاخد نهاية اون تي التانية چيانكايا انا عندي كراسة الكراسة مفرد مذكر ادي مؤنث ادي مؤنث ادي روج تمشي مذكر مؤنث وادي نوار مؤنث نو ابلو نحن نسمى النو معاها نهاية أونس اس قالك التانية طابت انت تسكن اين ما واين المذكر من ما تعال حل الايميل صلي سلام اكتب له سلام ما عمرك هتقول له أنا عندي 15 سنه جيا كانزو ما يكون عنوانك هتقول له جابت انا اسكن اوكي في القاهره باقي لي أوريفوار اكتبها له تحت أوريفوار. قدم نفسك لسه واخدنا بس هو زود العنوان واحنا لسه كاتبين العنوان يلا احنا امتحان اللي بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا أون <متحدث> كلاس في الفصل صلي سلام ، جومابيل أنا اسمي سارة وأنت لم قالت لها أنا اسمي لمياء فسارة قالت لها ما عمرك قالت لها خمسة عشر سنة وأنت قالت لها أنا أنا عندي عشر. أي لون تحبين لمياء قالت أحب الأخضر وأنت قالت لها أنا أحب البني سارة ولمياء يكونوا في المنزل ولا في النادي ولا في المدرسة ولا في الشارع يبقى في المدرسة. لم تحب الاغتر يبقى اخد ساره عندها تعال ندور على ساره عندها 16 سنه يبقى سيز الاخرني فري أو صح او غلط هذه الوثيقه تكون فيش استماره بريزنتاسيون تقديم طبعا غلط لم تكون لوسيان طالبة سنوية فري صح ساره يحبون نفس الكوليغ نفس اللون فو نشوف المواقف تيتي بغزنتان انت تقدم نفسك الى زميلك انت هتقول هو اسمه رامي شكرا يا رامي انا اسمي رامي انا كده بقدم نفسي زميلك تيدوموند يطلب منك تندرس عنوانك هو هيقول 17 شارع ما يكون عنوان سامي هو يسكن انت تسكن اين اخد تي تطلب من مدرسك سن بغنوم اسمه انت هتقول كومون فو فو زب اللي ما اسمك اه ما تيجي تتكلم مع المدرس وتيجي تسال على الاسم تستخدم بصيغه الاحترام اخذ الاولى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نك تيدمون تطلب من زميلك سن أعز عمره هو هيقول انا عندي 16 سنه خدنا الاجابه على طول كومون ال هي ال اللي بتاخد نهاية او ادور الصبل ما كيف اسمه او ما اسمه يكون تون ادريس عنوان احنا قلنا العنوان مفرد مؤنث انا يعني واحدة ماذا ما, ما 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 يكون العنوان بتاعت المؤنث كلود بتساوي الضمير ال ولا خلود بتساوي الضمير ال يعني المهم انها تاخد نهاية او أخذ الاولاني الجو انا اقدم نفسي الى المدرسة. جو سو جو مع جو مي بغزنتي اقدم نفسي ليو يحب لو اللو بتاعت مذكر ده ولا على لون بتاع مذكر قال لك عندك روج تمشي مذكر ومؤنث طيب كومو يعني ما صابل اسم تون كامراد زميل بتاع الفصل دي رقم 4 يبقى كومو صابل تون كامراد دو كلاس كريم يسكن في القاهرة كريم رقم واحد قبط رقم اثنين ورقم رقم ثلاثة في القاهرة رقم أربعة قدم نفسك لزملائك في الفصل الاسم والسكن لسه واخدينها دي شوية الحمد لله رب العالمين أنجزت معاكم الدرس الأول من الوحدة الأولى من كتاب برافو سنة أولى عشرين أربعة وعشرين أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن أكون وفقت مستني دعمكم تنساش الدعاء لوالدتي بالشفاء تنساش تعمل لايك وشير للفيديو حل قبل ما تشوف الفيديو وصحح ورايا اشوفكم بخير رب اذا كان في العمر بقيه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته